أحداث قرقنة، تصريحات رئيس الحكومة وقرار ختم البحث في قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد كانوا محاور الندوة الصحفية اللي عقدتها الجبهة الشعبية اليوم. الناطق الرسمي للجبهة حمّال همامي وجه خطاب شديد اللهجة للحكومة وصفها بالفشل ومحاولة التنصل من مسؤولياتها، وأكد أنه اتهام الجبهة ببث الفوضى والعنف في أحداث قرقنة يتنزل في السياق هذا. هل الاتهامات هذه احنا نعتبرها تهدف إلى إلقاء مسؤولية فشل الائتلاف الحاكم في حلان المشاكل انتع تونس، في حلان مشاكل التونسيات والتونسيين، وخاصة مش قلت البطالة حبوا يلقيوا الفشل انتاعهم على أطراف أخرى وخاصة على الجبهة الشعبية. في قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد أكدت الجبهة الشعبية على لسان القيادي محمد جمورة رفض هالقرار ختم البحث في القضية. المحامين سيقوموا بدورهم ويتخذوا الإجراءات القانونية معناها الملائمة، سنتصل معناها سنحمل الحكومة التونسية مسؤوليتها ووزير العدل مسؤوليته في معنى هذا السعي لغلق الملف، ونحتفظ بحقنا في اللجوء إلى الهيئات القانونية والقضائية الدولية لنعرض عليها ملف الشهيد. يتواصل التوتر في العلاقة بين الجبهة الشعبية والحكومة في وقت تحضر فيه الجبهة لندوتها الوطنية اللي باش تعقدها بين 29 أفريل و 1 مايو القادم لتقديم مبادرة سياسية لحل الأزمة اللي تمر بها البلاد وتحيين قضايا الجبهة وتنظيم هياكلها وآليات عملها في الفترة القادمة.